أسامة صماضي طفل عنده موهبة السحر، اكتشفها قبل كم من شهر تقريبا، لكن صراحة يعني السحر اللي عمل لي إياه تحت الهواء كان رائع. هلا رح يكون معنا أسامة صماضي لحتى يورجيكم إيش في عنده مواهب بالسحر. أسامة كيف حالك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك، شو أخبارك؟ منيح منيح، أهلا وسهلا. أسامة احكي لنا هيك شوي عن حالك، إمتى بلشت تشتغل على السحر؟ إمتى هيك بلشت تعمل هاي الخدع البصرية بالسحر؟ ببداية 2012 بديت أتعلمها على النت. بعدين بابا حب إنه شاف إنه هاد إشي موهبة فيه، فحب يطورها وجاب لي أغراض عشان أصير أتعلم أكتر. أها، طب يعني كيف خطر عبالك إنك أنت تفتح الإنترنت وتطلع على السحر؟ يعني إيش هيك اللي خلاك إنه بدك تتعلم السحر؟ ما بعرف، حسيت فيه زي إنه في إشي مش مكتشفه فيي، فحاولت أضل أدور أدور أدور، بعدين اكتشفت إنه في عندي موهبة، خفة إيد، بقدر أسوي خدع، بقدر أسوي. قديش قعدت تتدرب لحتى حسيت حالك إنك أنت هلأ متمكن إنك تعمل السحر؟ أسبوع هلك. بس أسبوع وبعدين صرت حس حالك إنك أنت عم تقدر تعمل سحر؟ إيش أول إشي عملته بالسحر؟ شو أول خدعة عملتها؟ خدع نقدية وخدع بالورق وخدع مثل بالحبال بالأشياء زي هيك. حلو، طيب طيب يلا أسامة ورجينا إيش بدك تعمل لنا هلا. شدة معي، هاي علبة الشدة. هلا بدي اياك تسحبي كرت تحفظي تورجيه للكاميرا بعدين ترجعي، بس انا مش لازم اعرفه. أطول أنا كارت؟ طولي كارت؟ لا، من أول واحد فوق. أطلع عليه وأورجيه للكاميرا؟ طب بس أنت ما بدك تطلع. يلا لف وجهك. وين؟ أوكي، إذا هذا هو. دقيقة. أوكي. طيب. ارجع اسحبي كارت. ورجيه للكاميرا. ورجعي. نفسه. حلو، طب كمان مرة. ايش اول مرة طلع معاكي؟ اثنين. ثاني مرة؟ اثنين. طب هلا طلع الشدة. معقول؟ طيب اوكي، الشدة كلها اثنينات. طيب ايش كمان عندنا؟ معي هذا المنديل. هلا بدي معك موبايل؟ معي موبايل؟ لا طبعا. ما معي موبايل. طب طيب ايش بدك اشي نجيب لك اياه؟ ايش بدك موبايل؟ اوكي موبايل، اعطينا موبايل، اعطينا هاي موبايل. حط الموبايل. هلا طلع هاي المنديل. هلا وين الموبايل اختفى؟ ما في موبايل. هلا بدي ارجعه. هاي الموبايل، بس ما فيش منديل، ما في منديل. تحول هاي هاي المنديل. اوف حلو، شطور أسامة، بس المهم انه رجع الموبايل. مش الموبايل. طيب أسامة إيش كمان بدك ترجينا؟ لا، في عندي هنا هاي، هدول ثلاث طابات. هاي الطابة الثانية، هاي الثالثة. بحط ثلاث كاسات. طيب دقيقة شوي عشان إحنا نورجي. أوكي، إذا هاي الثلاث طابات ونحط ثلاث كاسات. ثلاث كاسات. هلا هاي طابة بحطها فوق الكاسة اللي بالنص. تغطيها، تخبط خبطتين، هاي هنزلت. هاي مش مسكرة، مش مفتوحة من جوا. هاي مسكرة. هاي الطابة تحطها بالنص، هاي هنزلت. طيب كمان مرة بصير نعيدها أسامة. هلا هاي الطابة بدي احطها هنا،
ما نزلت هون بس هيها. اوف حلو. اه حلو شطور. طيب جعبالي نرجع نعيد هاي. اوكي يلا خلينا نرجع نعيدها. غريبه كثير لانها هاي الثلاث طبات، هاي الكاسه، كاستين، ثلاثه. هاي طابه ايوه حطها فوق الكاسه. اها حط كاسه ضغطيها خبطتين هي نزلت. اه هاي كاسه، كاستين، ثلاثه. هاي طابه حطها هي نزلت. هلا نرجع نحط الكاسات. هاي طابه حطها هي ما نزلت هون، نزلت تحت الزرقاء. حلو اوكي. ايش في عندنا كمان؟ في عندنا شده، علبه شده، بوكسه. ايش الرقم؟ 2. الرقم الكل شايف انه هاي على هون. خلينا 2. اوكي خلص وضحت 2. طيب هادي علبة شدة. علبة شدة صح؟ اه هلا ايش كان لون علبة الشدة؟ اسود. لا العلبة من برا نفسها احمر. طب ارفعيها تأكدي. لا معقول؟ ما في اشي. فري هي فري وين راحت؟ ما في اشي. اوكي طيب عندي هون هاي طابة بحطها بجيبتي. هون في اشي؟ لا لا ما في اشي. طابة هلا وين هي؟ طابة بجيبتك. بجيبتي. طيب وين الطابة هلا صارت؟ رجعت. هلا الطابة بتقولوا انها هون صح؟ اه هاي الطابة هون ما فيش اشي. حلو وقعت الطابة. ايوه حلو حلو يا أسامة مبدع. طيب في عنا كمان اشياء بتورجينا اياها. في عندنا هذا حبل عادي صح؟ بضل يوقع صح؟ اه هيو. طب طب خايفة من الحبل يصير حي. هيو اه نفخت فيه صار. هيو حلو. طيب كمان مرة بدك ترجعه؟ اه هيو هيو. اها حبل عادي. هيو حلو كثير حلو أسامة. يعني عن جد انت حسيتك زي الساحرين السحرة المبدعين الشاطرين اللي لهم زمان بالسحر. بتنبسط وانت عم تعمل هاي الاشياء؟ اه حلو كثير حلو. طب ما بتخاف أسامة مثلا ممكن انه تغلط او مثلا تلخبط ما يزبط السحر ولا لا خلص انت متاكد منه 100%؟ لا متاكد. هلا اذا خربطت بحاول انه ما اخلي زي كانه صار شيء زي كانه هذا جزء من الارض. حلو. طيب كله لحالك أسامة تعلمته؟ اه اه كله على الانترنت. في عندي الكيس هي فاضي صح؟ فاضي. الكيس فاضي؟ فاضي. بنزل اشي؟ لا لا. اتوقع بقدر اطلع منه هدية مزهرية اي اشي؟ لا طبعا. خليني اجرب شو هذا اللي بيطلع معي. هي مزهرية؟ ايه معقول الكيس بعده فاضي؟ فاضي. اجرب اطلع كمان اشي بلكن اطلع شغلة. شو هذا عم بيطلع؟
شو هذا؟ كتير تقيل. هي مصارية. طب الكيس فاضي. توقع الكيس هذا ممكن تطلع كمان اشي؟ ممكن او لا مش ممكن. هلا صار ممكن نطلع اشي. هاي كمان مصارية. واو الكيس. لا ما تقول لي كمان بدك تطلع. خلص خلصنا. اوكي ثلاثة بكفي. يعني ممتاز اسامة انت عن جد شاطر كثير. طب هذا كرت شدي صح؟ بقى هذا الكرت ممكن يختفي؟ لا اكيد اكيد ما بيختفي. ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. طيب ايش كمان؟ ايش هلا بدك تفرجينا؟ هاي الثلاثة. الأربعة. بدك شو؟ علبة كبريت صارت. كمان مرة كمان مرة. تعبت أنا شوي. كمان مرة أسامة يلا. بس أطلع كرت شد تاني. أوكي طيب إذا ارفع شوي إيدك عشان نكون مبينين. أربعة أكثر. هاي أربعة. خلينا هون. ثلاثة. كيو. كيو. هاي علبة شدة. علبة كبريت قصدي. طيب معاي هاي علبة كبريت صح؟ معاي ملبسة. هاي الكبريتة بدها تاخد الملبس مني. توقع بتقدر ولا ما بتقدر؟ أكيد الملبسة ما بتقدر تاخد. الكبريتة ما بتقدر تاخد الملبسة. ممتاز ممتاز. طيب بتحط هاي. ما نعيدها. عشان نتأكد منها. طيب إذن أسامة في كمان أشياء؟ لا أظن بكفي. هو في كمان إشي. يلا كمان إشي. إيش في؟ في هذا المنديل صح؟ توقع بقدر أخفيه؟ اختفى. هلا بدرجة. لا مش قادرة هيك. ايوه رجع. طيب صير كمان مرة. هاي كمان مرة. هاي هذا منديل من اختفى. هلا بدي ارجعه. طيب اوكي. طيب اسامة انت يعني انت كثير شاطر على فكرة، وانا بتخيل انه لك مستقبل كثير باهر. انا شوي توترت من اسامة. مش قادرة أصدق اللي عم بيصير. عن جد ما شاء الله عليك أسامة. قلت لي قبل الهواء أنك أنت شاركت بمسابقة للمواهب بمدرستك. فأحكي لي عن هاي المسابقة. بدأت المسابقة هي من 50 شخص. هلأ سووا تصفيات، ضليت أنا بالمرحلة النهائية. بعدين كان في أخذت المركز الثالثة. كان عندنا الحكام نادر عمران وعمر عبد الله ونادي عودة. كيف كانت ردة فعلهم لما شافوا السحر اللي انت بتعمله؟
تفاجئوا. اه طب هلا هاي انت يعني ورجيتنا هلا زي هيك 9 خدع بصريه او 9 من السحر، فهدول هم هلا الاشياء اللي انت قدرت تطبقهم وتتقنهم؟ اه لقدام رح تشتغل عليهم اكثر. حلو. طب بتفكر لقدام انك انت خلص انه تمتهن السحر، يعني خلص تصير مهنتك تشتغل فيها؟ لا انا بدي السحر زي هوايه، لانه الاطفال ما بتلاقي عندهم هوايات، كلهم موجهين للكبار، فانا بحب انه اسويها للهوايه تصير للصغار كمان. بس للمستقبل بتمنى مهندس اصير. تتمنى تكون مهندس؟ بتعمل سحر بالهندسه ولا لا؟ لا لا عادي طبيعي بده يكون. طب لو مثلا شافوا انك انت كثير مبدع وقالوا لك احنا بدنا اياك خلص تصير للسحر، ممكن انك يعني هي موهبه عندك بس انت كثير بتحبها وواضح انك انت كثير شاطر فيها، فبتفكر مثلا انه خلص لقدام اذا زبطت معك كنت كثير شاطر، لانك انت كثير مميز يعني انت عمرك صغير، بتخيل الكبار مش كثير يعني بيقدروا يكونوا حتى هيك زيك، احنا كثير استضفنا سحرة قبل هالمره، فانت مبدع ويمكن مستواهم، فبتفكر مثلا اذا كان في هيك كثير اهتمام فيك انك تركز على السحر ولا لا كمان بدك تكون مهندس؟ هلا انا ممكن يعني اسوي حفلات للاطفال بس مش كمهنه يعني. اها طيب اهلك دعموك بهذا الموضوع اسامه؟ طيب أسامة أنا بدي أتشكرك، شكرا لك، كثير انبسطنا معك، وزي ما قلت لك أنت طفل كثير شاطر وإحنا بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا شكرا لك. طيب إذا إحنا مكملين معاكم بعد الفاصل، خليكم معنا.